هذا من الجمهور. الجمهور الثاني بالله دقيقة جيب الكاميرا بعضها ارحب يا ولد ارحب. طيب رحبوا معي بالموهبة الأخيرة اليوم في الجزء الأول في الحلقة سوى ضجة، الحلقة التصفيات حقته سوى ضجة. أنا أقول دائما الموهبة ليست بالعمر وإنما بالأداء والفكر والطموح، جاء من بعيد حتى يكتنص الفرص ويقرب البعيد. رحبوا معي بالنجم الجميل، أبغى أسمع له تحية يستاهلها، نجم الساعر. السلام عليكم، وعدنا لكم من جديد، الله يبقيكم ويطول عماركم. اليوم نتمنى ان شاء الله ان نفوز، وان شاء الله ان نفوز ان شاء الله باذن الله. جعلك والله تسلم يا حبيبي، قربه يلا اعطوني صفقه يلا. يا عذلين الهوى ما يفيد الكلام، مسكين مسكين ما انقذب لي بالغرام. يا منية العاشقين احيني بابتسام، مسكين مسكين ما انقذب لي بالغرام. يا منية العاشقين احيني بابتسام، مسكين مسكين ما انقذب لي بالغرام. فالحب جنة وفال أروه يا مسكين مسكين ما انقذب لي بالغرام. سلامتكم. طيب أنا بس أسألك بس إيش الحركة الخير هذه؟ طيب أحمد الفراج، أنا قايل لكم الحلقة اليوم تقريبا ما عدت نص ساعة، بالله بالله ارسلوا لي ارسلوا لي ارسلوا لي، هو نجم سعر اليوم مو جاي الحالة. بس بسم الله عليك، خله يجي خله يجي خله يجي، بس يصير تعال 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 تعال، ارحب ارحب ارحب، خله خله بيجي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، عط 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 المايك. اسمك ايش؟ حجاج. حجاج 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 حجاج. انت برضو عندك شيلة؟ عندك قصيدة؟ ولا شيء. ايش ولا شيء؟ انا اللي عندي قصيدة. وانت؟ انا مالي دخل. انت ايش؟ مالي دخل. بالله بس اسمع اسمع، انت ايش؟ مالي دخل. وطيب جاي القناة هنا عشان تفرج الحلقة ولا تشجع اخوك؟ اشجع خالي. هذا خالك؟ ايش رايك بخالك اداء اليوم؟ نمبر انت ايش؟ ها؟ انت ايش؟ ممتاز يا سلام. احمد الفراج؟ احمد الفراج هلا ومرحبا، ما شاء الله تبارك الله. لا داخل مسرح يا حجاج، تعال تعال بقول لك اخر شيء، امسك المايك امسك المايك، تعال بسرعه امسك المايك ايه، وروح لين هناك عند لي التحكيم وامسك المايك كذا، قول لهم خالي لازم يتاهل، روح لهم يلا. ها ما يحتاج ما يحتاج يتاهل، يقول هو متاهل بدون ما اروح. كفو كفو يا الطناخه والله، اسمع له تحيه يا عيال، يقول ما يحتاج هو متاهل. احمد لا اله الا الله، اذكروا عليه الله يا شباب، الله يخلي له. طبعا خالك ها؟ انت خاله؟ والله ونعم. احمد ما شاء الله تبارك الله، نجم صيعر اداء ما شاء الله تبارك الله، انا اقول قدامك مستقبل عظيم ان شاء الله، ولكن حاول انك تسمع كثير عشان تطور نفسك اكثر ان شاء الله، عشان ما تجلس على مستوى واحد بإذن الله. اللي أشوفه أنا ما شاء الله نجم موهوب قدامه مستقبل عظيم بإذن الله تعالى، لكن أنا أوصيك وصية، الأذكار حافظ عليها صبح وليل، تمام؟ يعطيك العافية أحمد، شكرا يا أحمد على الروح الحلوة على التقييم الإيجابي. محمد السالم شايفك متكي وتعض أصابع يدك، إيش الهرجة؟ لا والله أني مبسوط جدا جدا من نجم صيعر ما شاء الله تبارك الله، عيني عليك باردة، وكل ما شفتك أذكر الله، وسبق وأن اشتغل معي فعالية برا ما شاء الله، ونورني على المسرح ومن هالمنبر
ادعوك غدا باذن الله عندي فعاليه كذا لاهل الرياض في الاجواء الزينه تنورني باذن الله. يا سلام يا سلام نسمع له تحيه يستاهل يا شباب. يوفقك يا حبيبي. يستاهل شكرا على الدعم. طيب لجنه التحكيم الان حيجتمعوا عشان يعطونا المراكز. تبي تسمعنا شيء ثاني؟ يلا بيسمعنا شيء ثاني عشان نختم فيه. إيه كل دار رجعت وانا سناوي عزتي للي سوات عزتي له زادت الحمى ورحنا للمداوي والمداوي زود الحمى مليله يا جميل والله إن كبدي على شوفك غليلة والله إن قلبي على لما شفاوي مرمى في يدي ولا فيك حيلة سجليني في عالم حبك فداوي أنا مجنونك عقب مجنون ليلة نعنبك أنت مكاسر عود جاوي ملبسك سندس شرابك سلسفيلة لو تمرنا الشيوخ أهل الفتاوي عودوا مثلي يجرون الطويلة من عشق شرك ولا لا يهاوي التقيد من بعض الأشياء فضيلة التقيد من بعض الأشياء فضيلة سلامتكم. يعطيك العافية شكرا. خليك على المسرح. أتمنى يتفضلون معي الآن مشعل المنشد عبد الله ناصر القحطاني وعبد الله البقمي وكاكا نيجيري بتواجد جميل البطل هذا وناخذ النتيجة من مجلس التحكيم. أعطوني النتيجة الآن. تكفى يا عم منيب الصوت لعبتك الآن الصوت لعبتك يا عم منيب.